أهلا بكم. حصل هناك لغط ومشادات حول دنانير العلاق، حيث تتواصل أزمة دنانير العلاق بعد صدور النسخة الجديدة من العملة العراقية من فئات 250 و500 ألف دينار، عليها اسم محافظ البنك المركزي بالوكالة علي محسن العلاق. يطالب نواب بفتح ملف البنك المركزي العراقي بشكل كامل والتحقيق في اتهامات نزيف العملة الصعبة وانتقائية البنك في منح رخص العمل لشركات الصرافة والتحويل المالي وإجراءات بيع الدولار. هذا كله بالإضافة إلى اسم العلاق. حملت العملات الجديدة تغييراً أثار لغطاً، وهو رفع الآية الكريمة قل هو الله أحد عن العملة، والتي تعتبر تقليداً منذ الدولة العباسية في بغداد وحتى هذا اليوم. ما تم طرحه من أوراق نقدية فعلياً بالسوق خلال الأيام الماضية عبر البنوك الحكومية والخاصة بلغ 7 مليارات دينار، وهناك ما يقرب من 40 مليار أخرى جاهزة لطرحها في السوق. القانون يوجب على البنك اختيار الوزارة المالية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية بمثل هذه التغييرات وفقاً لما نصت عليه المواد 32 و33 من قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004، وهو ما لم يحصل أبداً. صدر الدينار العراقي الأول عام 1932، كانت فئاته الربع دينار، النصف دينار، الدينار الواحد، الخمسة دنانير، العشر دنانير، بالإضافة إلى 100 دينار. أما القطع المعدنية فكانت فئة فلس، فلسين، 4، 10، 20، 50، 200 فلس. عقب انتهاء حرب الخليج عام 1991 بدأت الدولة بطباعة الدينار في المطابع العراقية. كان هذا كله في ظل انهيار لقيمة العملة عقب الحصار الاقتصادي، فأصبح في أدنى مستوياته. بلغت قيمة الدولار آنذاك، الدولار الأمريكي الواحد، حوالي 3000 دينار عراقي، بعد أن كان الدينار يساوي 3 دولارات و37 سنتا. قيمة الدينار العراقي الحديث عندما تم طرحه لأول مرة كانت تساوي 4000 للدولار الأمريكي الواحد، وصلت في فترة إلى 9080 دينارا للدولار الواحد، إلا أنه استقر مؤخرا ليسجل نحو 1170 دينارا للدولار الأمريكي الواحد.